اهلا بكم مره اخرى مشاهدي صدى البلد. ضجه كبيره تسبب فيها الفنان احمد زاهر خلال الساعات اللي فاتت بسبب تصريح قاله خلال لقاء تلفزيوني ليه. التصريح ده الحقيقه استفز عدد كبير جدا من الناس، وخاصه الاطباء والمهندسين اللي هو بالاخص اتكلم عنهم. طبعا انتشر التصريح ده بشكل كبير جدا على مواقع التداول الاجتماعي السوشيال ميديا، وبعض الناس كمان طلبوه بالاعتذار لجميع الاطباء وعبروا كمان عن غضبهم من كلامه. تعالوا بينا نعرف تفاصيل الموضوع ده وحقيقة تصريح أحمد زاهر ونعرف قال إيه بالتفصيل. أثار تصريح الفنان أحمد زاهر عن الأطباء حالة كبيرة جدا من الجدل على السوشيال ميديا، وده أثناء لقاء تلفزيوني ليه بأحد برامج الحرة. قال فيه نصا: التمثيل أصعب مهنة في التاريخ، ومفيش طبيب أو مهندس بيشتغل عدد الساعات اللي إحنا بنشتغلها. هذا التعليق أو هذه الجملة أثار غضب عدد كبير جدا من الأطباء والمهندسين والجمهور المتابع لأحمد كمان. وعلق دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق على هذا التصريح بالأخص للنجم بشكل ساخر جدا من خلال صفحته على موقع فيسبوك، وقال الدكتور جمال شعبان نصا: الأطباء والمهندسون منبهرون بكلامك وبيقولوا لك ربنا يقويك يا نجم على صعوبات المهنة، بتروح اللوكيشن شايلين أرواحكم على كفوف إيديكم فداء للفن. اختتم طبعا منشوره ببوستر للنجم أحمد زاهر اللي هو مختص بهذا التصريح والمنشور في أحد المواقع العربية. مش بس كده، ده كمان علقت المخرجة نيفين شلبي على التصريح ده للفنان أحمد زاهر وطلبته بالاعتذار عما قاله بأنه لا يوجد طبيب يستطيع العمل عدد الساعات التي يعملها الممثل. كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك: امبارح كنت معزومة في عيد ميلاد، جت في المكان الراقصة جوهرة الروسية، والله لا منظر ولا بتعرف ترقص، وقعدت لحظات أتأمل، يعني شباب بلدي وأخويا سافروا ودوروا على شغل وبعدوا عن أهليهم لقلة الفرص وضعف المرتبات، وواحدة روسية تيجي هنا تبقى نجمة ليه؟ في حين بلدها شخصيا بتستقطب علماء وأطباء ومهندسين مصريين وغيره كتير، وفي نفس التوقيت بلدي بتصدر دكاترة ومهندسين وعلماء وتستورد فقط راقصات تعبانة، وبشوف برنامج مصر تستطيع عن علمائنا في الخارج بتحصر. كملت كلامها والمنشور الخاص بيها على الفيسبوك اللي كتبته، وقالت: تكمل الليلة بتصريح أحمد زاهر بيقارن نفسه بالدكاترة والمهندسين. أكيد بحترم مهنة التمثيل جدا، أنا بشتغل أصلا مخرجة، بس بيجي إيه تعبنا قصاد مثلا تعب دكتور طوارئ في القصر العيني، واقف وسط جلطات وحوادث وبياخد فقط ملاليم، عذرا البلد اللي رجال العلم ملهمش فيها قيمة ومش مقدرين، بلد عمرها ما هتتقدم خطوة. أحمد زاهر لازم يعتذر عن الكلام الساذج ده، أنت بتدمر أفكار جيل. ده كان طبعا تصريحها نصا من المنشور اللي كتبته امبارح على الفيسبوك. رغم الهجوم الكبير عن أحمد زاهر، لأن الحقيقة البعض دافع عنه وقالوا ان ده التصريح اللي قاله كان عشان بس فقط يعبر عن مدى الضغط النفسي اللي بيعيشه الممثل من خلال عدد ساعات العمل الكبيرة جدا وتقمص الأدوار المختلفة. الحقيقة بعيدا عن هذا التصريح اللي أثار الجدل، الفنان أحمد زاهر في هذا الحوار اتكلم كمان عن كواليس مشواره الفني، وأكد ان التمثيل هو أصعب مهنة في العالم، وقال: لما بقرأ أي عمل ولاقي إن الشخصية استفزتني، الموضوع بيبقى إحساس، لأن أنا لو حسيت الشخصية وصدقتها بقدر أعملها بشكل جيد جدا. كمل كلامه كمان في هذا اللقاء وقال: الناس عندها سوء فهم، فاكرين إن التمثيل سهل، إيه يعني يحفظوا كلمتين ويقولوها قدام الشاشة عادي، لكن الحقيقة إحنا بنتدمر نفسيا وبنشتغل على السايكولوجي، وإحنا بنشتغل على المشاعر، فإحنا اللي بنعيش بنفسنا الزعل القوة والفرح. بنصور كمان اكتر من 13 ساعة في اليوم، في مشهد ممكن يكون فيه فرح ومشهد تاني فيه حزن ومشهد تالت ممكن يبقى فيه غضب، فالناس فاكرة ان احنا بنهزر رايحين نشرب شاي وقهوة ونقول كلمتين وخلاص قدام الكاميرا، لا، احنا بنلعب على مشاعرنا، احنا اخطر شغلانة ممكن تدمر اي بني ادم. هما فاكرين الموضوع سهل، حقيقة هو مش سهل. طبعا ده كان كلام احمد زاهر. واحمد زاهر في البرنامج كمان اتكلم عن بناته وقال: ما كنتش عايز ادخل بناتي الوسط الفني، مش عشان المهنه وحشه ابدا، علشان المهنه صعبه بالذات على الستات، ومن ناحيه النفسيه والمواعيد بتبقى صعبه جدا، لان احنا بنصور ب 36 ساعه احيانا في لوكيشن، وبنصور في الشارع في عز التلج واحنا لابسين كمان صيفي.
كمل كلامه وقال: انا فاكر في اوردر تصوير مع المخرج محمد سامي في مسلسل كلام مع الورق، اشتغلنا 36 ساعة متتالية، فاللي بيستسهلوا مهنة الفنان هي الحقيقة اصعب مهنة في التاريخ. طبعا دي كانت تفاصيل تصريحات الفنان احمد زاهر المثيرة للجدل في الساعات الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي رد عليها ناس كتيرة جدا بالهجوم وبالدفاع. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، والى اللقاء.